من جهته أكد النائب خليل أبول خلال غبقته الرمضانية السنوية مساء أمس أن الوحدة الوطنية هي السد المنيع لأبناء الكويت أمام جميع الفتن التي تحيط بالوطن. مع حلول الذكرى السنوية لشهداء جامع الإمام الصادق عليه السلام، ورغم الأثر الأليم والبالغ الذي تركه التفجير الإرهابي في نفوس أهل الكويت جميعا، إلا أن اللحمة التي جمعت أبناء الوطن تحت راية الكويت كانت الرد القاسم للإرهاب الذي أراد الفتنة بهذا البلد. وبهذه المناسبة أكد النائب خليل أبول خلال غبقته الرمضانية على أن الوعي بأهمية الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية هي السد المنيع أمام كل الفتن التي تحيط بالكويت. يفترض هذه المناسبة لم شمل الكويتين جميعا. هناك أيدي خبيثة تسعى إلى العبث في أمننا واستقرارنا، وتسعى إلى ابتزاز الدولة. لذلك نحن جميعا نتحمل مسؤولية التصدي لهكذا أفعال، وأعتقد المحاولة الفاشلة الغادرة الجبانة بين عدم فاعليتها مع الشعب الكويتي. ومن جانب آخر انتقد النائب أبول موقف الحكومة الرافض لأي تشريع خاص بالقياديين، مؤكدا عدم وجود توافق نيابي حكومي حول هذا الموضوع. ونعتقد بأن وضع الضوابط أصبح ضرورة لعدة أسباب. آلية اختيار القياديين، وكثير من القياديين لا يستحقون أن يكونون في مراكزهم، نتيجة اختيار الشخص الغير مناسب للأماكن القيادية هو تدمير لمؤسسات الدولة. نحن في لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية أقرينا اقتراح قانون خاص باختيار القياديين بضوابط معينة، والحكومة في اللجنة أبدت عدم قبولها لهذا الاقتراح، وبإجماع أعضاء اللجنة تم الموافقة على الاقتراحات الموجودة، وخرجنا بصيغة نهائية لاقتراح قانون ورفعنا تقريرنا إلى المجلس. في ظل هذه الذكرى السنوية لشهداء جامع الإمام الصادق عليه السلام، أكد النائب دكتور خليل أبول بأن من خلال الوحدة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية سوف نخمد كل الفتن. حبيب بوشهري، تلفزيون الكويت.